استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بمقر إقامة سيادته بمدينة سوتشي السيد فادم سوروكين رئيس مجلس إدارة مجموعة غاز الروسية لصناعة السيارات. المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي صرح بأن السيد الرئيس أشار إلى سعي مصر لتطوير نشاطها في مجال صناعة السيارات وما يتضمنه هذا المجال من آفاق مستقبلية حديثة، وذلك في ضوء ما يتمتع به السوق المصري من عوامل لجذب الاستثمارات الأجنبية بما في ذلك توافر الإطار التشريعي المحفز للاستثمارات والبنية الأساسية الجديدة والمتطورة والعمالة الفنية المدربة ومنخفض التكلفة، فضلا عن أن مصر تعد من أكبر الأسواق في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا مع إمكانية النفاذ لأهم الأسواق الخارجية من خلال الاتفاقات التجارية التي ترتبط بها مصر مع العديد من الدول والتكتلات الاقتصادية الإقليمية، وهي العوامل التي أدت إلى جذب اهتمام العديد من كبريات الشركات في العالم للعمل في مصر.